خلونا نروح لقصه اخرى وموضوع اخر، لان يمكن الكل لا يتوقع او يتصور ان في مصر بتطلع طماطم مجففه بيتم تصديرها الى ايطاليا المشهوره بالصلصه او بالمكرونه تحديدا او الباستا. فكره اللي انت هيكون الطماطم بتاعتها موجوده في مصر ما كانش حد يتخيل ده. هنلاقي ان ده بيحصل، وبيحصل تحديدا في محافظه الاقصر، لان في الوقت ده من السنه بيبدا موسم تجفيف الطماطم في الاقصر، والناس موجوده في المحافظه علشان يعني يبدا يلفت انتباههم الصور الجميله لشكل المناشر الخاصه بعمليه تجفيف الطماطم استعدادا لتصديرها للخارج. تعالوا نشوف تفاصيل في هذا التقرير. في الأقصر يرسم العاملون في مناشر الطماطم لوحة إبداعية للطماطم المجففة التي تزين الأرض باللون الأحمر لتغزو الأسواق العالمية، محققة مكاسب كبيرة من عوائد التصدير إلى الدول الأوروبية. محصول الطماطم يعد ثاني أهم محصول بعد قصب السكر في الشتاء في الأقصر، وفي مختلف أرجاء المحافظة تجد مناشر الطماطم، ويتم الاستعانة بخبرات مهندسي الزراعة بالصعيد والوجه البحري للحصول على أفضل طرق التجفيف لتقديم أفضل المنتجات لتصديرها للخارج. كما أنه يتم العمل بالزراعة التعاقدية التي يجري فيها التعاقد مع المزارعين لأخذ محصول الطماطم والأصناف الصالحة للتجفيف. مراحل مختلفة يتم العمل عليها، بداية من حصاد الطماطم وحتى تجفيفها وتصويرها، تبدأ من مرحلة فرزها ثم غسلها وتقطيعها للوصول للمناشر والتجفيف ثم التجميع والفرز بدرجات مختلفة، وبعدها التعبئة داخل محطة الفرز حسب رغبة المستورد من الخارج في علب أو أجولة كبيرة بها كميات الطماطم المطلوبة. وتساعد تلك الخطوات في توفير فرص عمل للشباب والفتيات في كافة الخطوات الخاصة بتجفيف الطماطم.